بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن سنة الصلاة إلى السترة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدني منها ولا يدع أحد يمر بينه وبينها. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزيمة. وهذا النص عام على سنية اتخاذ السترة عند الصلاة سواء كان في المسجد أو البيت، والرجل والنساء في ذلك سواء. وبعض المصلين قد حرم نفسه من هذه السنة فنجده يصلي إلى غير سترتين، تتكرر هذه السنة مع المسلم في يومه وليلته عدة مرات، فهي تتكرر معه في سنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد وصلاة الوتر، وتتكرر مع المرأة في الفريضة عندما تصلي وحدها في البيت. أما في صلاة الجماعة فالإمام يكون سترة المأمومين، والله أعلم.